بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زال الأمر متصلا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمنا الله وإياه، وقد تقدم الكلام على جملة من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وكان من آخرها الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والورود عليه، واليوم إن شاء الله سنكمل البقية. فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه بقدر أو على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوادي، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأمور والمشاهد التي تقع يوم القيامة، وهو يقع في عرصات يوم القيامة، يقع في عرصات يوم القيامة. وهذا الصراط المنصوب على متن جهنم، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به، يؤمنون به إيمانا لا شك فيه ولا ريب. وقد دل على هذا الصراط قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية وتفسيرها الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، إذ أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الورود هل هو دخولها، قال: لا، بل هو المرور على الصراط، بل هو المرور على الصراط. وأيضا السنة دلت على هذا، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، بين ظهراني جهنم، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي دلت على هذا. وهذا الصراط هو جسر كما قال الشيخ، قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، هو بين الجنة والنار، أي الطريق، أي الطريق. وسمي الصراط طريقا لأنه يعبر منه إلى الجنة، يعبر منه إلى الجنة، يمر على أوسط النار حتى ينتهي إلى الجنة، ولا يمر إلى الجنة إلا منه، إلا عن طريق هذا الصراط الذي جعله الله تبارك وتعالى على متن جهنم. وقد ذكر أهل العلم أن مرور الإنسان على الصراط في الآخرة وثباته عليه هو بقدر ثباته على الصراط الذي في الدنيا، الذي أراد الله عز وجل منا السير عليه، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. فهذا الصراط المعنوي الذي في الدنيا، فمن استقام عليه وأحسن فيه فإنه سيستقيم على الصراط يوم القيامة، فإنه سيستقيم وسيثبت
على الصراط يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي على قدر ما كانوا يعملون، على قدر ما كانوا يعملون في هذه الدنيا، وبقدر استقامتهم وثباتهم على دين الإسلام. فكلما ازداد الإنسان ثباتا وازداد وأحسن في استقامته فإنه سيكون أكثر ثباتا وأكثر استقامة على الصراط في الآخرة، على الصراط في الآخرة. وهذا أمر مرتبط كما قلت لكم بحسب استقامة العبد على دين الله عز وجل وهو في هذه الحياة الدنيا. والموفق من وفقه الله عز وجل فرزقه الاستقامة في دنياه وثبته على ذلك، فإنه سيكون موفقا في الآخرة، فيكون ثابتا على ذلك الصراط الذي هو جسر على متن جهنم. ثم قال الشيخ: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وكالبرق الخاطف، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا يكون كما قلت لكم، هذا المرور وهذه الأحوال التي ذكرها الشيخ هذا كله بحسب عمل الإنسان، بحسب عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش الناج ومكردس في النار، ومكردس في النار. وجاء في رواية أنه مدحضة مزلة. وهذا الصراط الذي هو الجسر الذي على متن جهنم قد جاء في وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم، قال: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعلى هذا يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، أي على هذا الصراط المستقيم. تلك الكلاليب، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أنها مثل شوك السعدان، مثل شوك السعدان. فهذه الكلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلاليب مثل الكلاليب التي في الدنيا، فكلاليب الدنيا التي تخطف الإنسان وتؤثر عليه شبهات وشهوات، فبقدر ما يخطف الإنسان من الشهوات والشبهات في الدنيا فتلك الكلاليب في الآخرة تخطفه، فتلك الكلاليب في الآخرة تخطفه. فإذا الأمر مرتبط بحسب استقامة الإنسان في الدنيا وبعده عن الشبهات والشهوات، فكلما جاهد نفسه العبد كانت له السلامة في الآخرة، كانت له السلامة في الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي أنه بكل حال أنه سيدخل الجنة، لأنه نجا من النار، لأنه نجا من النار. قال: فإذا عبروا عليه، يعني إذا تجاوزوه. ولذلك قال: وإذا عبروا عليه، يعني تجاوزوه ذلك الجسر، قال الشيخ: وقفوا على قنطرة، أي أنهم يوقفون بين الجنة والنار، بين الجنة
والنار بين الجنة والنار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فهذه القنطرة هي التي يهذب الله عز وجل بها المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة. ولذلك قال الشيخ: قال وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين. فالله يهذبهم وينقيهم من الشوائب والأمور التي كانت عالقة بهم، والحقوق التي كانت بينهم فأهل الجنة يدخلون الجنة وقد طابوا وسلموا من كل شائبة، فلذلك هم لا يدخلون الجنة وإلا وقد طهروا ونقوا من تلك الشوائب كلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: أول من يستفتح أو يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. وفي رواية: أنا أول من يقرع باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم وأمته هم أول من يدخل الجنة، وهذا لفضلها على سائر الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. فالله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم، هم آخر الأمم وجودا ولكنهم أول الأمم دخولا يوم القيامة في الجنة. أسأل الله لي ولكم من فضله العظيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا جزء من هذه العقيدة المباركة، العقيدة الوسطية، ذكرها شيخ الإسلام، وهو الإيمان بالشفاعات. وذكر الإيمان بالشفاعات لأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر، ومن الأمور التي تكون في ذلك اليوم الآخر الذي هو يجتمع فيه الخلائق أولهم وآخرهم. قال وله، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الذي هو يوم القيامة ثلاث شفاعات. والشفاعة مشتقة من الشفع، وهو خلاف أو يعني ضد الوتر، وهو ضد الوتر. والشفع هو الاثنان، وسميت شفاعة
لأن فيها الطلب، لأن فيها طلب الحاجة، طلب الحاجة، وتكون من اثنين، من الشافع وممن طلب منه، من الشافع وممن طلب منه. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، إلى سؤال المشفوع. والنبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى سائر الشفاعات الأخرى، والمصنف رحمه الله قال ثلاث شفاعات، ولكن هناك أيضا شفاعة رابعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حينما دعا الله عز وجل بأن يخفف عليه العذاب، أن يخفف عليه العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به. وأما الشفاعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي الشفاعة في من استحق النار، فهي ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل معه الأنبياء وغيرهم كما سيأتي. إذن الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة، شفاعة لأهل الموقف، وأيضا شفاعته بأن يدخلوا الجنة، وشفاعته لعمه أبي طالب، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع إلى الله عز وجل في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، أي حتى يستريحوا من شدة الهول والكرب الذي أصابهم في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم. وقد جاء في البخاري أن الناس يأتون إلى آدم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وعيسى، وكلهم يعتذر عن هذه الشفاعة ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع. وهو الذي قال أيضا: قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يوم القيامة. وهذه الشفاعة، أي مسألة الشفاعة، ثابتة بالكتاب وبالسنة، بالكتاب والسنة. وقد يعني أهل السنة أجمعوا على إثبات الشفاعة، على إثبات الشفاعة وعلى أقسامها التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وهذا إجماع منهم رحمهم الله تعالى. وخالفهم في هذا طائفتان، طائفة أنكرتها بالكلية، أنكرت الشفاعة، وهم الخوارج، وهم الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة غلوا في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، لأهل الكبائر من أمته. وهذا على مذهبهم بأن صاحب الكبيرة كافر، والشفاعة لا تكون في الكافر، لا تكون في الكافر. وقوم آخرون غلوا في إثباتها حتى يعني أثبتوا الشفاعة للأصنام والأوثان، وهذا عليه المشركون، وأيضا من وافقهم من أهل البدع، من أهل البدع والضلال، من غلاة الصوفية والرافضة. وأما أهل السنة فكما قلت لكم أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين. وهذه الشفاعة المثبتة مقيدة برضا الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى أولا، ثم الأمر الآخر برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفع فيه، عن الشافع وعن المشفع فيه. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه في الشفاعة من حيث العموم.
ثم إن شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الشفاعة، الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة. وهذه قد تقدمت معنا عندما قال المصنف رحمنا الله وإياه، قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تقدم معنا وقد ذكرنا الأدلة فيه. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، هاتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وأيضا هذه الشفاعة التي استحقوا أن يدخلوا الجنة يعني بإذن النبي صلى الله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصة. وأيضا نضيف إليها كما تقدم، كما قلت لكم، شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، وقد كان في الدرك الأسفل من النار، ثم كان في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. ولذلك لما سأله عمه أبو طالب، عمه العباس: هل نفعت عمك بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الدرك الأسفل من النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، فهو في ضحضاح من النار. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار، وهذه في عصاة الموحدين، وهذه في عصاة الموحدين، وهذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، التي أنكرها الخوارج والمعتزلة. قال: وهذه الشفاعة ليست يعني مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل معه الأنبياء والصديقين والشهداء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فهذه الشفاعة التي من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ممن استحقوا أن يدخلوها فشفع لهم فلم يدخلوها، وهذه قد دلت عليها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، أي ممن دخلوا النار حتى يطهروا من أدران الذنوب وأوساخها، فيطهرون منها، فهؤلاء يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والصديقين والمؤمنين، فيشفعون لهم فيخرجون من النار. وهذه كما قلت لكم قد أنكرها الخوارج والمعتزلة، قد أنكرها الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، بناء على أصلهم الفاسد. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، ويخرج الله عز وجل أقواما من النار بغير شفاعة، أي بغير أن يشفع عنده أحد، وهو ممن استحق النار من الموحدين، بغير شفاعة، بل بمحض فضله، قال: بل بفضله ورحمته، أي بمحض فضله سبحانه وتعالى وكرمه جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث قال:
ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه، بفضل الله عز وجل ورحمته وكرمه. فالله عز وجل صاحب الفضل العظيم والجود الكريم جل جلاله. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. يبقى يعني تبقى في الجنة زيادة عمن دخلها، وذلك لسعتها وعظمتها، لأنها وسعت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: عرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة العظيمة ينشئ الله عز وجل، قال الشيخ: فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة، وذلك بفضل الله تبارك، كما جاء عند البخاري ومسلم. قال: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. وفي رواية: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. وهذا من عظيم فضل ربنا تبارك وتعالى وكرمه وجوده. وبالمناسبة أذكر لكم أنواعا أخرى من الشفاعات لم يذكرها الشيخ. الشيخ ذكر ثلاث أنواع من الشفاعات، ولكن غيره من أهل العلم قد ذكروا شفاعات أخرى. فنحن قلنا الشفاعة العظمى الكبرى، وأيضا شفاعته في دخول أهل الجنة، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته، ممن استوجب دخول النار أن لا يدخلها، وفي من دخل النار من أهل الموحدين أن يخرج منها. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا كما حدث لعكاشة ابن محصن حينما قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لعمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع فيه فخفف عنه العذاب. فهذه شفاعات يعني ثماني أنواع، بالإضافة يعني ثمانية أنواع ذكرها أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فقوله رحمه الله: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة وما أعد فيها، يعني يقصد أنه تلك الأصناف التي ذكرت في الآخرة وما أعد فيها من أمور، من ذلك الحساب أي محاسبة الناس، وهذا قد مر معنا، والثواب والعقاب. والثواب هو جزاء للطائعين، والعقاب هو جزاء للعاصين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: والجنة والنار. فالجنة هي كرامة الله عز وجل لأهل طاعته، لمن أطاعوه في هذه الحياة الدنيا وامتثلوا أمره واستجابوا له وانتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه. والنار هي عقاب لمن عصاه،
والجنة والنار يعني هما كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وموجودتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله قال وتفاصيل ذلك، أي أن ذلك كله معلوم، كله معلوم ومستقر، معلوم ومستقر. قال وتفاصيل ذلك معلوم ومستقر، أي قال في الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، أي مما ورد عن الأنبياء، مما ورد في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. فإن الأنبياء كلهم قد تكلموا عن ذلك، قد تكلموا عن ذلك وذكروه لأممهم وبينوا لهم بأنهم سيبعثون يوم القيامة وسوف يحاسبون وسوف يجازون على جميع أعمالهم. قال وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، أي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المنقولة، فإن ذلك هو الذي ينبغي ويجب على المؤمن أن يتمسك به. فإن العلم الحقيقي هو العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحصل به تحصل به الهداية، تحصل به الهداية وتحصل به السعادة، وهو الذي إذا استمسك به الإنسان زالت عنه الشبهات وذهبت عنه الشهوات، لأنه سيقوى يقينه بالله وأيضا تزداد تقواه لله تبارك وتعالى. فالعلم هو الذي يحيي القلوب، ولذلك قال الشيخ يشفي، يشفي أي يبرئ. فالكتاب والسنة تحصل بهما الهداية والنور، تحصل بهما الهداية والنور. ولذلك الله عز وجل قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال أيضا سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال أيضا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالذي يعمل بالكتاب والسنة ويتفقه فيهما تحصل له الهداية وتحصل له الكفاية. قال فمن ابتغاه وجده، أي من طلبه وبحث عنه عن هذه الأمور فإنه سيجدها، فإنه سيجدها، فهي موجودة في مضانها في كتب أهل العلم، في كتب التفاسير، وأيضا في كتب السنة وشروحها، فهذا كله موجود. وكأن المصنف رحمنا الله وإياه رأى أنه قد أقل في هذا المقام، أقل في هذا المقام، وأنه أيضا المقام هذا الكتاب هذه العقيدة جاءت يعني بأسلوب يعني سهل، وهي مختصرة، وهي مختصرة، ولكن ولذلك قال يعني هذا الكلام، قال فمن ابتغاه وجده. فالمقام لا يحتمل أن يسهب الشيخ في مثل هذه المواضيع، وخاصة أن هذه المواضيع يعني مما هو متفق عليه، وإنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، ولذلك ما كان فيه خلاف أشار إليه، وما كان فيه اتفاق وعدم خلاف فإنه لم يشر إليه رحمه الله، ولم يسهب فيه، بل يعني أعني أنه لم يسهب في الكلام عليه، وإنما أشار إليه إشارات ثم حال إلى ماذا؟ حال إلى ما هو موجود في الكتاب والسنة وفي كتب أهل العلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره،
والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله رحمنا الله وإياه: وتؤمن الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، أهل السنة والجماعة الناجين من النار والناجين من الضلال ومن الانحراف. فهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، والقدر أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، آمنوا به كما أمرهم الله عز وجل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك أهل البدع وأهل الضلال من القدرية النفاة ومن المجبرة الجبرية. فهم قد جانبوا الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر مأخوذ من التقدير والتهيئة، ولذلك تقول: قدرت الشيء، يعني إذا هيأته أو أحطت بمقداره. ومن جهة الاصطلاح فهم يقولون هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى أزلا وسبق به علمه وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى إيجادا، أو وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمنا الله وإياه كلمة عظيمة عرف فيها القدر، فقال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا الكلام قد استحسنه ابن عقيل رحمنا الله وإياه، ففي ضمنها بطلان ما سلكه أهل البدع من إنكار أن الله على كل شيء قدير، لأنه من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر، ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله عز وجل، فقد أنكر قدر الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، فقد أنكر قدرة الله على خلقه. فهذا كلام أو يعني تعريف للقدر من الإمام أحمد، تعريف عظيم.
قد اختصر فيه القدر، قد اختصر فيه القدر، فمن فهمه فإنه سيكون على بصيرة وإيمان راسخ بإيمانه بالقدر، بإيمانه بالقدر. ومن المعلوم إخواني أو يعني عند أهل العلم أن أهل العلم ينهون عن الخوض في القدر، ينهون عن الخوض في القدر، وقد كان يتهيب ذلك يعني السلف وجماعة ممن يعني ذكر عنهم ذلك يتهيبون الخوض فيه، وذلك لأنه من خاض في القدر ودخل فيما يتعلق في حكمه وأيضا في تعليلاته فإنه سيضل وينحرف. وأما من سلم لله تبارك وتعالى بأنه سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور بعلمه جل وعلا وأرادها سبحانه وتعالى فإنه سيسلم وينجو بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أهل العلم حينما يتكلمون عن القدر ويذكرونه في خاصة في مثل هذه الكتب العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب فإنهم يريدون من ذلك إقامة الأدلة، إقامة الأدلة على الإيمان بالقدر، على الإيمان بالقدر، ويبينون الفهم الصحيح من هذه الأدلة حتى يكون الإنسان على بصيرة من عقيدته. فمن آمن بما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقدر وفهم ذلك بفهم السلف الصالح فإنه سيسلم من الانحراف والضلال والعياذ بالله في هذا الباب. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال بالقدر خيره وشره، وهذا كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الذي هو حديث جبريل قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. ومقادير الخلائق كلها مقدرة ومقضية، فجميع ما كان فيما يتعلق في الأديان والأبدان والخير والشر والصحة والمرض ونحو ذلك كله بقضاء الله عز وجل وقدره، فما من خير إلا وهو بقضاء الله عز وجل، وما من شر إلا وهو بقضاء الله عز وجل. ولذلك معنى قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره بمعنى أنك تؤمن بأنه كائن وموجود بمشيئة الله وإرادته، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. وأما بالنسبة لإضافة الشر إلى الله تبارك وتعالى فكلكم يعلم أنه لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال والشر ليس إليك، ومعناه أنه يمنع إضافة الشر إلى الله بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذات الله عز وجل ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله سبحانه وتعالى ولا إلى أفعاله، وإنما الشر يضاف إلى تلك المفعولات التي قدرها الله عز وجل ووقعت، فإن تلك الأمور هي التي يضاف الشر إليها. وأما أفعال الله تبارك وتعالى فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل، فالله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه قال والإيمان بالقدر على درجتين. فهو رحمه الله في يذكر مراتب الإيمان بالقدر، يذكر مراتب الإيمان بالقدر وهو على درجتين، وكل درجة من هاتين الدرجتين تتضمن شيئين، فمن آمن بهذه بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر، فقد آمن بالقدر. و
ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، ما الخلق عاملون. وهذا فيه إثبات علم الله تبارك وتعالى، فيه إثبات علم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد علم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله عز وجل قد علم ذلك كله بعلمه الأزلي جل جلاله. قد علم الله عز وجل ذلك كله بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا الكلام على صفة العلم، على صفة العلم، وذكرنا الأدلة التي تدل على هذا، وأن علم الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، علم الله تبارك وتعالى يشمل كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال: بعلمه القديم، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، الذي هو موصوف به أزلا. والأزل هو الدوام في الماضي، هو الدوام في الماضي. فالأزل هو الذي لم يزل كائنا، هو الذي لم يزل كائنا. والأبد يقولون هو الذي لا يزال كائنا، هو الذي لا يزال كائنا. فالأبد هو الذي ليس، هو الذي ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. والأزل هو الذي لم يزل كائنا. فالله تبارك وتعالى علمه أزلي أبدي، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته، لا تنفك عن ذاته. قال: وعلم جميع، وعلم سبحانه وتعالى، وعلم سبحانه وتعالى جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال، والأرزاق والآجال. فالله عز وجل علم ما يقع منهم من جميع الطاعات، وهي القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا علم سبحانه وتعالى ما يقع منهم من الذنوب والمعاصي، وهو الإثم، وهو مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، إما بترك واجب وإما بفعل أمر منهي عنه. قال: والأرزاق، أي وأرزاقهم، يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الرزق والنصيب الذي يناله العبد مما في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وأيضا علم سبحانه وتعالى آجالهم، فآجال العباد قد علمها الله عز وجل وقدرها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون، وهو غاية الوقت الذي يكون به موت الإنسان ونهايته، موت الإنسان ونهايته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. فهذه كلها قد علمها الله عز وجل وقدرها سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وهذه هي المرتبة الثانية، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، من المراتب، المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، كتابة مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل
أن نبرأها. وأيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ثم قال رحمه الله: قال فأول ما خلق الله القلم. فأول ما خلق الله القلم يعني حينما أوجده الله عز وجل، أوجده الله تبارك وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى، فكان يعني هذا القلم مخلوقا في هذا الكون المشاهد، في هذا الكون المشاهد. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وهو الصحيح أن يقال أول وليس أول، ليس إيش أول، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمعنى أول يعني بمعنى حين خلقه الله عز وجل، حين خلقه الله عز وجل، يعني أول شيء فعله بعد خلقه أن الله قال له اكتب، أن الله قال له إيش اكتب، أنه قال له اكتب. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على مسألة: ما الذي خلق أول، أو ما هو أول شيء خلق، القلم أو العرش؟ طبعا الصحيح أنه العرش، أنه العرش خلق قبل القلم. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرته لكم آنفا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فالقلم حينما خلقه الله عز وجل قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، ما هو كائن، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قيام الساعة. وهذا قد جاء به الحديث كما سمعتموه آنفا، كما سمعتموه آنفا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا إخواني حقيقته هو الإيمان بالقدر، هو نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه إلى آخر قوله، هذا هو نتيجة الإيمان بالقدر وحقيقته. فالذي يؤمن بالقدر يعلم ذلك علم اليقين، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا هو القدر. ولذلك الله عز وجل قال عن المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله لنا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: جفت الأقلام، أي بمعنى جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير، جفت الأقلام التي كتبت فيها المقادير. وهذا كناية على أنه ماذا؟ أنه قد انتهى الأمر وقضي الأمر، أن الأمر قد انتهى وقضي. ثم قال: وطويت الصحف، أي على ما كتب فيها، فلا تغيير ولا تبديل، فلا تغيير ولا تبديل. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هنا نقطة قبل أن نتكلم عن الآية، قوله جفت الأقلام، فهل يفهم من هذا أن الأقلام قلم واحد أم أقلام متعددة؟ طبعا ذكر أهل العلم أن للمقادير أقلام غير القلم الأول، غير القلم الأول الذي خلقه الله عز وجل، غير القلم الأول الذي خلقه الله عز وجل. وذكروا أن الأقلام أربعة،
القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي سمعتم الأحاديث التي جاءت فيه. والثاني حينما خلق الله عز وجل آدم، وهو قلم عام أيضا لكن خاص لبني آدم، وجاءت فيه بعض الآيات التي تدل عليه، وهذا فيها أعمال بني آدم ورزقهم وسعادتهم وآجالهم. والقلم الثالث حين يرسل الله الملك إلى الجنين في بطن أمه، فيأمره الله عز وجل بنفخ الروح فيه وبكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وأما القلم الرابع فهو الموضوع على العبد حين بلوغه، وهو الملكان، الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات. وهذا ذكره صاحب ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. أما الآية قال: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. وهذا هو ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وهو الكتاب الأول، وهو الكتاب الأول، وهو ما علمه سبحانه وتعالى كائنا من عباده، كتبه جل وعلا في ذلك الكتاب الذي قدر الله عز وجل فيه المقادير. فهذه الآية فيها إثبات العلم السابق، وأيضا فيها إثبات الكتابة، فيها إثبات الكتابة. قال: إن ذلك على الله يسير، أي إن علم هذه الأشياء قبل كونها وقبل كتابتها فهي سهلة على الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال أيضا شيخ الإسلام: وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني مما يصيب الناس من قحط وقلة الأمطار أو قلة الثمار وغير ذلك، قال: ولا في أنفسكم، أي من الأمراض وما يصيبهم من الأقدار المؤلمة، قال: إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه تلك المقادير حينما خلق القلم. قال: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل إيش؟ أن نخلقها، ومن قبل أن نوجدها. وقيل: من قبل أن نخلق الأرض، وقيل: من قبل أن نخلق المصيبة. وعلى كل حال، الآية تشمل جميع ما تقدم، تشمل جميع ما تقدم. فالآية من قبل أن نبرأها عامة في ذلك، عامة في خلق الأرض قبل أن يخلق الأرض، أو في خلق الأنفس أو المصيبة، فهي عامة في ذلك. ثم قال تعالى: إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، فهو سهل على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا التقدير التابع. طبعا هذه الآية دلت على ماذا؟ دلت أيضا على الدرجتين، وهي درجة العلم والكتابة. ثم قال رحمنا الله وإياه: هذا التقدير، أي قدر الله هذه الأمور سبحانه وتعالى وأوجدها سبحانه وتعالى وكتبها، فهي من أنواع القدر التابع، وهي الكتابة التابع لعلمه سبحانه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية،
نقف عند هذا في هذا المقطع ونكمل في المقطع الذي بعده. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. ومراد الشيخ رحمه الله وهذا التقدير يعني الذي هو علم الله تبارك وتعالى والكتابة، ولذلك قال: وهذا التقدير الذي يعني كتبه الله عز وجل، وهو من أنواع القدر. قال: التابع لعلمه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه وتعالى، فقوله رحمه الله يكون في مواضع يعني في غير اللوح المحفوظ، ثم بين يعني مواضع جملة يعني أقسام، أنه أقسام وأنواع جملة، يعني أنه أن هذا القدر أقسام وأنواع، بعضها جملة وبعضها تفصيل لبعض، منها ما هو مكتوب، منها ما هو كتابته جملة، ومنها ما هو كتابته تفصيلا. ثم بين رحمه الله هذه المواضع فقال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا الكتاب ليس فيه تغيير أبدا، ولذلك قال الله عز وجل: وعنده أم الكتاب. وهذا فيه القدر كله، ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، ثم إلى قوله قال: ونحو ذلك. فهذان موضعان فيهما إيش؟ فيهما التفصيل. فأول هذا التفصيل عند تخليق أو عند تخلق الجنين، عندما يتخلق الجنين، وهذا يسمى بالكتاب ماذا؟ يسمى بالكتاب الثاني. الكتاب الأول هو إيش؟ ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا يسمى بالكتاب الثاني، وهو عند خلق الجنين. فيؤمر الملك بهذه الكلمات الأربع، وهذا ثابت كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ونحو ذلك، أي ومن الأمور، وهذا نوع أيضا من الأنواع الذي فيها التفصيل من الجملة الأولى، وهذا ما يكون متى؟ ما يكون في ليلة القدر التي فيها التقدير الحولي، كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: قال: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، يعني العلم والكتابة. فهذا كان ينكره من؟ غلاة القدرية، وهم كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى. وممن قال بهذا في زمن الصحابة معبد الجهني وعمر
بن عبيد وعمرو بن عبيد ومن تبعهم، فإنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وهم كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى، ينكرون علم الله تعالى، ولذلك كفروهم أهل العلم، كفروهم أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد. وقد قال الشافعي رحمنا الله وإياه: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني أن كفرهم من هذه الناحية واضح وبين. لماذا؟ لأنهم أنكروا علم الله تبارك وتعالى، أنكروا علم الله تبارك وتعالى وجحدوه. وقد ذكر أهل العلم أن القدرية ينقسمون إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله: قسم هذا اللي هم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها، ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأن الله لا يعلمها إلا إذا وقعت، وأن الله لا يعلمها إلا إذا وقعت. وهذه يقول شيخ الإسلام أنهم قد انقرضوا وليس لهم وجود. وأما الطائفة الثانية فهم الذين يقرون بعلم الله تبارك وتعالى، يقرون بعلم الله تبارك وتعالى، ولكنهم خالفوا السلف في ماذا؟ بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه، بمعنى أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على ماذا؟ على وجه الاستقلال. وهذا لا شك أنه مذهب باطل أيضا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال الشيخ: ومنكروه، عفوا أنا قلت أنهم انقرضوا، لا عفوا، الشيخ يقول: ومنكروه اليوم قليل، أي في زمن الشيخ ومن يليه، فهذا كانوا قليلا فيه. أنا أخطأت حينما قلت أنهم انقرضوا، وإنما قال ومنكروه اليوم، أنهم ومنكروه اليوم قليل، أي أنهم في زمن الشيخ قليل وجودهم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فهذه هي المرتبة أو الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر. وقد تقدم معنا أن القدر على درجتين: الدرجة الأولى وهي تتضمن أمرين، تتضمن علم الله سبحانه وتعالى وكتابة المقادير، والثاني والمرتبة الثانية هي مشيئة الله، وهي تتضمن أمرين: الإيمان بإرادة الله ومشيئته، والثاني الإيمان بخلق الله عز وجل الكائنات بقدرته سبحانه وتعالى، بقدرته سبحانه. ولذلك قال الشيخ الإسلام: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم بيّن شيخ الإسلام معنى إيش؟ معنى هذه الدرجة، فقال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الكلمة هي كلمة المسلمين قاطبة، يقولون هذا ممن لم تنحرف عقائدهم، فهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وأنه ما في السماوات
وأنه ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله لا يكون في ملكه ما لا يريد، فإنه ما من شيء شاءه الله عز وجل أن يكون فلا بد أن يكون، وما من شيء لم يشأه سبحانه تعالى فإنه لا يكون أبدا، ولا يكون أيضا في ملكه سبحانه وتعالى من طاعة أو معصية إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة نافذة في الخلق كله، لا يتخلف شيء مما خلقه الله عز وجل، لأن الله هو مالكهم سبحانه وتعالى، هو مالكهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال الله عز وجل والله على كل شيء قدير. ثم قال على كل شيء قدير من الموجودات، أي مما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من الملائكة والجن والإنس وما يقع منهم وما يفعلون، فذلك كله لا يخرج عن خلقه سبحانه وتعالى وملكه. والمعدومات، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله أيضا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا موجودا في الخارج، لم تكن شيئا موجودا في الخارج. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، أي موجده جل وعلا، وهذا داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لا خالق غيره ولا رب سواه، فما شاء في هذا الكون سبحانه وتعالى أوجده بقدرته ومشيئته، أوجده بقدرته ومشيئته سبحانه. لذلك قال الله عز وجل الله والله وخلق كل شيء، وقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأوجده سبحانه وتعالى من العدم. فنخلص مما تقدم بأن القدر مراتبه أربع، مراتبه أربع. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء وشمل كل شيء، والثاني الإيمان بالكتابة بأن الله قد كتب كل شيء سبحانه، والمرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما المرتبة الرابعة فهو بأنه ما من موجود إلا والله عز وجل هو خالقه، أي أن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فهذه المراتب الأربع آمن بها أهل السنة والجماعة إيمانا موافقا لما في الكتاب والسنة. ثم إن قوله رحمه الله لا خالق غيره ولا رب سواه، هذا فيه رد على من؟ رد على القدرية الذين يقولون أن العبد هو الذي يوجد فعل نفسه، يوجد فعل نفسه، يوجد فعل نفسه، والعياذ بالله. ثم قال الشيخ ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، ونهاهم عن معصيته، يعني مع ما تقرر لك من ذلك الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر، وأن هذا الإيمان بالقدر هو أحد الأركان، أركان الإيمان الستة، ومع ما اشتمل عليه من الأمور الأربعة السابقة
فإنه العبد مأمور بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، فوجب على العبد الإيمان بشرع الله عز وجل وقدره جميعا. فإنه يجب على العبد الإيمان بشرع الله وقدره جميعا، فيؤمن أن ما شرعه الله عز وجل يمتثله ويفعله، فإذا امتثل ذلك واستجاب له كان ذلك من السعداء، وأن القدر لا حجة له فيه، وأنه ماض وتام ولا راد له. فالله عز وجل قدرته وإرادته ومشيئته نافذة في خلقه، ولا بد أن نعلم أنه لا منافاة بين الشرع والقدر، لا منافاة بين الشرع والقدر. فالعبد مأمور أن يستجيب لأمر الله وأن يطيعه ويطيع رسوله، وأيضا منهي عن معصيته لله تبارك وتعالى وعن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهذا منه رحمه الله تعالى حتى يرد على الذين يزعمون أن المشيئة والمحبة سواء، وأنهما متلازمان كما يقول ذلك الجبرية والقدرية، وهذا القول باطل، قد فرقت بين ذلك وذلك نصوص الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يلزم من تقديره جل وعلا الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى، وأيضا لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، وإن كان قد قدره وشاءه سبحانه، لكنه لا يحبه جل وعلا. ولذلك الشيخ رحمه الله كرر مثل هذه العبارات، وذكر في أول كلامه أنه يحب المتقين والمحسنين، ثم أنه لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى يبين أنه ليس هنالك يعني، أو لا يلزم من إرادته للشيء أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، ولا يلزم من كراهيته للشيء أن لا يكون مرادا له سبحانه كونا، بل هو يكره الشيء ويريده إرادة كونية ويشاؤه سبحانه وتعالى، وهذا لا يخالف إرادة الله جل وعلا ومشيئته، لأنه قد مر معنا أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة دينية، وإرادة دينية شرعية. الشرعية هي المتضمنة لمحبة الله ورضاه، وأما الكونية هي مشيئته لجميع الحوادث، وهذا قد تقدم معنا في الكلام عنه حينما تكلمنا عن إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، ولهم إرادة. فأهل السنة والجماعة آمنوا بهذا كله، آمنوا بهذا كله. العباد لهم أفعالهم حقيقة، فالعبد هو الذي يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يسرق، وهو الذي يزني، والله تبارك وتعالى خالق أفعالهم، هو الذي أوجدها، هو الذي أوجدها. وفرق بين الخلق والفعل، فأفعال العباد نسبة لها نسبتان: نسبة فعل وعمل، ونسبة خلق وإيجاد. فنسبة الخلق لله، ونسبة الفعل إليهم، ونسبة الفعل
إليهم فهم الفاعلون. ولذلك مما هو مستقر أن الفعل ينسب إلى فاعله، الفعل ينسب إلى فاعله والقول ينسب إلى قائله. ولذلك قال الشيخ: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فهو حقيقة إذا صلى فهو الذي هو الذي فإذا وقعت منه الصلاة فإننا نقول عنه أنه صلى، وإذا قتل قلنا أنه هو الذي قتل. فالفعل يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى من باشره، كما نقول يعني في اللغة العربية: قام زيد وفعل زيد وقعد زيد، وهذا في كلام العرب الذي نزل به القرآن. فما صدر من المخلوق فهو فعله له، وليس هو فعل الله تبارك وتعالى، وليس هو فعل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. وهذا كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالعبد له تصور وله اختيار وله فعل، فهو الذي يعني يختار تلك إحدى الطريقين، إما طريق الجنة وإما طريق النار والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقهم وأوجدهم وكونهم، والمخلوق له فعله واختياره وتصرفه. فالقضاء قضاء الله وقدره، والفعل فعل العبد، والفعل فعل العبد. فالعبد له قدرة وله إرادة، وهذه الإرادة وهذا الفعل إنما خلقه الله عز وجل وشاءه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل، قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا دل على أن للعبد مشيئة حقيقية، وأن له أن يستقيم ويلزم الطريق، وأيضا يدل هذه الآية تدل على أن العبد لا يملك تلك المشيئة استقلالا، بل هي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، تابعة لمشيئة الله وإرادته جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكما ومصالح. وقوله رحمه الله: وهذه الدرجة، أي درجة المشيئة والخلق، درجة المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية، أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة، ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا خلق، وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا خلق. وهم من النفاة القدرية من المعتزلة وغيرهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه. لماذا؟ لأن المجوس يقولون إن للأقدار والحوادث التي تقع خالقين، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، وخالق يخلق النور وخالق يخلق الظلمة. فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه،
لأنهم يقولون إن الحوادث تقع حوادث من فعل الله فهذا خلقه الله، وحوادث من فعل العبد فيقولون هذا للعبد استقلالا وليس لله تعالى فيه خلق، وليس لله عز وجل فيه خلق، وهذا لا شك أنه ضلال مبين والعياذ بالله، وانحراف عن الصراط المستقيم، وتكذيب لشرع الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. ثم قوله رحمه الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، ويعني بذلك هي الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، وهي المشيئة والخلق، ويريد بذلك الجبرية، ويريد بذلك الجبرية، فالجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره، فيقولون لا قدرة له ولا اختيار، لا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء قد ذكر أهل العلم أنهم على قسمين، على قسمين، جبرية بالظاهر والباطن، وهم الجهمية، وهم الجهمية ومن سار على طريقهم من غلاة أهل الطرق الصوفية وغير ذلك، فيقولون أن الإنسان ليس له اختيار البتة، فهو كالريشة في الهواء، كهو كالريشة في الهواء تلعب فيها كيف يشاء. وأما القسم الثاني وهم يسمون بالجبرية في الباطن لا في الظاهر، وهؤلاء يقولون إن الإنسان في الظاهر مختار وهو في حقيقته في باطنه مجبور، وهذا ما يسمى بكسب الأشعري، بكسب الأشعري، وهذا من الأقوال المتناقضة التي استغربها أهل العلم، ولذلك قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. وهؤلاء حينما اخترعوا هذا القول اللي هو قول الكسب من أجل يعني أن يفروا من قول الجبرية، من قول الجهمية الذين قالوا أنه لا 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 لا, 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 لا اختيار له البتة، فقالوا العبد إنما يضاف إليه العبد أفعال العباد كسب لهم. ما معنى كسب لهم؟ يقال أنها تضاف إليهم، أنها تضاف إليهم، وإلا فالحقيقة أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فإضافتها إلى العبد إضافة مجاز، فهو في الظاهر مختار وإن كان في حقيقته ليس له اختيار أبدا. ولذلك الأشاعرة يعني اختلفوا في هذا وفي تفسيره الذي هو كسب الأشعري إلى أقوال كثيرة جدا موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم. وعلى كل حال يعني حقيقة قولهم ومآله، بل حقيقته أنه قول بالجبر، أنه قول بالجبر كقول الجهمية تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ويخرجون، قال ويخرجون، وقوله ويخرجون أفعال، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكما ومصالح، أي أنهم ينفون الحكمة، أنهم ينفون حكمة الله تبارك وتعالى. فهم يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، وإنما هو محض مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، محض مشيئته وإرادته، من غير حكمة ومن غير إرادة منه، عفوا، من محض مشيئته وإرادته، من محض مشيئته وإرادته. فلا شك أن هذا القول باطل، إذ أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وله صفة الحكمة جل وعلا،
وأفعاله لا تكون إلا بحكمة منه جل وعلا، إلا بحكمة منه. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون العلة والحكمة في أفعال الله سبحانه وفي شرعه وقدره، فما خلق الله تبارك وتعالى شيئا ولا قدره ولا شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى تقاصرت عنها عقول الناس. ولذلك الله عز وجل قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. وأيضا سبحانه وتعالى قال يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على إثبات الحكمة، وأن الله يخلق ويفعل لحكمة وعلة سبحانه وتعالى. وخلاصة يعني الكلام أن القدرية النفاة اللي هم المعتزلة أثبتوا أن للعبد فعل ولم يثبتوا أن الله خلق ذلك، وأما الجبرية فهم خالفوهم في ذلك، خالفوهم في ذلك، فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك وخلقه، وأن العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة. وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بشرع الله وقدره جميعا، ووفقوا بين النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهدوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قوله رحمه الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، ويعني بذلك هي الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، وهي المشيئة والخلق، ويريد بذلك الجبرية، ويريد بذلك الجبرية. فالجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره، فيقولون لا قدرة له ولا اختيار، لا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء قد ذكر أهل العلم أنهم على قسمين، على قسمين: جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية، وهم الجهمية ومن سار على طريقهم من غلاة أهل الطرق الصوفية وغير ذلك، فيقولون أن الإنسان ليس له اختيار البتة، فهو كالريشة في الهواء، كهو كالريشة في الهواء تلعب فيها كيف يشاء. وأما القسم الثاني وهم ما يسمون بالجبرية في الباطن لا في الظاهر، وهؤلاء يقولون إن الإنسان في الظاهر مختار وهو في حقيقته في باطنه مجبور، وهذا ما يسمى بكسب الأشعري، بكسب الأشعري. وهذا من الأقوال المتناقضة التي استغربها أهل العلم، ولذلك قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وهؤلاء حينما اخترعوا هذا القول اللي هو قول الكسب من أجل يعني أن يفروا من قول الجبرية، من قول الجهمية الذين قالوا أنه لا 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 اختيار له البتة، فقالوا العبد إنما يضاف إليه العبد، أفعال العباد كسب لهم. ما معنى كسب لهم؟ يقال أنها تضاف إليهم، أنها تضاف إليهم، وإلا فالحقيقة أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فإضافتها إلى العبد إضافة مجاز، فهو في الظاهر مختار وإن كان في حقيقته ليس له اختيار أبدا. ولذلك الأشاعرة يعني اختلفوا في هذا وفي تفسيره الذي هو كسب الأشعري، إلى أقوال كثيرة جدا موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم.
وعلى كل حال يعني حقيقة قولهم ومآله، بل حقيقته أنه قول بالجبر، وأنه قول بالجبر كقول الجهمية تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ويخرجون قال ويخرجون، وقوله ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكما ومصالح، أي أنهم ينفون الحكمة، أنهم ينفون حكمة الله تبارك وتعالى. فهم يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، وإنما هو محض مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، محض مشيئته وإرادته، من غير حكمة ومن غير إرادة منه، عفوا، من محض مشيئته وإرادته، من محض مشيئته وإرادته. فلا شك أن هذا القول باطل، إذ أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وله صفة الحكمة جل وعلا، وأفعاله لا تكون إلا بحكمة منه جل وعلا، إلا بحكمة منه. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون العلة والحكمة في أفعال الله سبحانه وفي شرعه وقدره، فما خلق الله تبارك وتعالى شيئا ولا قدره ولا شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى تقاصرت عنها عقول الناس. ولذلك الله عز وجل قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. وأيضا سبحانه وتعالى قال يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على إثبات الحكمة، وأن الله يخلق ويفعل لحكمة وعلة سبحانه وتعالى. وخلاصة يعني الكلام أن القدرية النفاة اللي هم المعتزلة أثبتوا أن للعبد فعل، ولم يثبتوا أن الله خلق ذلك. وأما الجبرية فهم خالفوهم في ذلك، خالفوهم في ذلك، فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك وخلقه، وأن العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة. وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بشرع الله وقدره جميعا، ووفقوا بين النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهدوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا. المقصود بالآية أنهم يعذبون في قبورهم، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر. وأيضا فيه أن الكفار عذابهم مستمر لهم في قبورهم، لا ينقطع، لا ينقطع عنهم. هذا هو المقصود من هذه الآية. وأما الجمع بين أن الأفعال كلها بتقدير الله ومشيئته مع إثبات المشيئة للإنسان، هذا كله تقدم الكلام عليه، وبينا أن الإنسان له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله جعل للعبد اختيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد ليس بمجبور بل له اختيار، والواقع يدل على هذا، حتى واقع الإنسان في الحياة الدنيا. ولكن هذا كله
لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد علم من هذا العبد أنه سيحسن وسيقبل عليه، فشاء الله عز وجل منه ذلك، وعلم الله من ذاك أنه سيعرض ولن يقبل هدى الله تبارك وتعالى، وشاء الله عز وجل منه ذلك. ولعلك ترجع إلى يعني ما ذكر في التعليق على الكتاب، أو يعني تراجع المسألة في بعض الكتب. الأمر في الكلام كله خاصة الأخير كله متعلق بهذه المسألة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.